نبدأ بيك يا دكتورة إيمان، عايزين نعرف إيه سر شهرة أبو الريش بالذات في طب الأطفال في مصر كلها؟ هي مستشفى أبو الريش أول ما أنشأت سنة 1928، كان أنشأها يعني داخل على 100 سنة. تقريبا كده. فدي كانت أنشأت كجزء، إن هو كجزء مستشفى أطفال تابع لجامعة الجامعة المصرية ساعتها، وده بداية الإنشاءات فيها، وبدأت تتطور بعد كده عشان تخدم الأطفال في كل المجالات. فاحنا كده حوالي حاجة داخلين على 100 سنة فعلا من خدمة الأطفال المصري من كل أنحاء الجمهورية. المستشفى عندنا فيها كل التخصصات اللي هي تخص الأطفال، يعني كل حاجة، سواء حاجات باطنية، جراحية، عمليات، مناظير، كل حاجة موجودة فيها. وده بيدي تكامل للخدمة اللي احنا ممكن نقدمها لكل الأطفال عندنا. بتبعت لنا حالات اللي هي الحالات اللي بتبقى فعلا مستعصية في مستشفيات تانية، في أماكن تانية بيبقى في حالات صعبة، ممكن دي بتلاقي عناية كويسة وتلاقي خدمة طبية ممتازة. برضو بيبقى عن طريق الأساتذة بتوع أساتذة قصر عيني أو أبو ريش بيقدروا يدوا خدمة مميزة للأطفال دي كلها. الحقيقة أنا يعني لازم أشير هنا، وبما إني ذكرت الدراسة في أبو الريش، كم الحالات اللي بتتحول لأبو الريش ويشوفها الدكاترة لا تتوفر لأي حد في العالم. أنا في رأيي كده. أنا قابلت يا دكتورة منى يا دكتورة إيمان دكاترة إنجليز ودكاترة أمريكان ودكاترة ألمان في أمراض عمرهم ما شافوها. إحنا وصول هذه الحالات لأبو الريش بيبقى له فايدة كبيرة جدا في صحيح. تدريب الأطباء صحيح. والدكتور اللي بيطلع من أبو الريش بيبقى غير أي بالزبط. مكان تاني. دكتوره منى بقى يا ريت تكلمينا على مستشفى أبو الريش نفسها، امكانياتها ايه، سعتها قد ايه. طيب خليني اقول لحضرتك قبل ما اقول سعتنا قد ايه، احنا كلنا في أبو الريش بنشتغل كتيم واحد وبنفخر بان احنا ننتمي لأبو الريش، وأبو الريش بالنسبه لنا يعني كل طفل مصري. فاحنا لما بنقول أبو الريش المنيره هو كل طفل بصرف النظر عن المستوى الاجتماعي او المادي. ما فيش عيله فينا ما احتاجتش استشاره قوية وتقال لها اطلعوا على أبو الريش، مش هتلاقوا حد يديكوا الرأي الطبي السليم إلا في أبو الريش. مفيش مكان 24 ساعة 24/7 زي ما احنا بنقول شغال وبيستقبل أيا كانت الحالة، ما بينقيش الحالة غير أبو الريش. احنا مستشفيتين زي ما حضرتك تفضلت وقلت، مستشفى الياباني ومستشفى أبو الريش المنيرة. مستشفى أبو الريش المنيرة هو المستشفى الأقدم لأنه ده اللي كان أنشئ من 1928 وأعيد افتتاحه تاني في 2004. هو 257 سرير، منهم 84 رعايات مختلفة، من أول الرعاية المركزة، رعاية حديث الولادة، رعاية الجراحة، رعاية الغدد والسكر، رعاية النزلات المعوية أو الجهاز الهضمي. ده بخلاف إن هو بيقدم خدمات متميزة وتخصصية، أهمها زرع الكلى، الغسيل البريتوني والدموي، وحدة أمراض دم وفيها زرع نخاع بساعة 4 كبسولات، في وحدة مناظير وجهاز هضمي، وحدة الكبد، وحدة الأعصاب، بخلاف الجراحة العامة اللي هي فيها داي كير ست غرف عمليات بتشمل الأنف والأذن والمسالك والأعصاب والجراحة العامة للأطفال. تمام. دكتورة إيمان، المستشفى الياباني أنشئ إمتى وليه اتسمى الياباني؟ هي انشأت بمنحة من الحكومة اليابانية عن طريق جايكا، وانشأت افتتحت في سنة 1982. هي فيها حوالي ساعتها حوالي 400 سرير، وفيها حوالي 10 رعايات مركزة. بيختلف الياباني يختلف عن المنيرة، احنا الياباني فيها العيادات التخصصية، عيادات تخصصية في كل الأمراض، سواء مثلا عندنا الجراحات، جراحة التجميل، العيون، المخ واعصاب، جراحة مخ واعصاب، عندنا عيادة الوراثة برضو بتدي خدمة متميزة، عندنا عيادة العظام ده بالنسبة للجراحات، وبالنسبة للبطنة كمان اللي هي روماتولوجي والكبد بالظبط، وعيادة الحساسية والأمراض الصدرية دي متركزة أكتر في المستشفى الياباني. بس هما الاتنين متكاملين، يعني كل مستشفيتين بيكملوا بعض كده. العيادات الخارجية بالنسبة للأطفال موجودة في المستشفى المنيرة، حوالي عندنا 12 عيادة، بيتردد عليهم فوق 1000
طفل في اليوم. العيادات التخصصيه برضو اللي في الياباني ممكن بتخش في 1000 او 1500 طفل في اليوم على العيادات كلها. وده طبعا بيدي ضغط جامد جدا على كل يا فندم. انا كنت طالب ماجستير كنت بشوف 50 60 طفل لوحدي. ما هو حضرتك احنا عندنا نواب ممكن في العيادات الخارجيه ممكن بيشوفوا فوق ال 80 حاله في الواحد في الواحد في الواحد كل يوم. مع الضغط بقى، مع صرف العلاج، مع الحاجات دي، ففعلا في ضغط جامد.